دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح مع زميلنا كريم بيبرس ونروح نقوم بجولة داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بدر. المركز التكنولوجي بيضم مجموعة حاجات مختلفة مع بعض، شهر عقاري، سجل مدني، وكمان مكتب بريد، بالإضافة لمكتب التموين، وكمان خدمات تانية كلها بقت موجودة في مكان واحد جوه المركز التكنولوجي بمدينة بدر. خلينا نشوف. وهنا من المركز التكنولوجي في مركز بدر، مركز بدر اللي هو جزء من محافظة البحيرة، واتكلمنا ان احنا هنوصل له بالفعل، يعني بيقدم بعض الخدمات المختلفة اللي تم تطويرها عشان خدمة المواطنين. المركز التكنولوجي ده جزء بسيط من الخدمات بشكل عام، سواء الخاصة بالمشاريع او البنية التحتية اللي تم تنفيذها للمواطنين، اما من شكل من فترة قريبة جدا او حتى لسه ما زال العمل عليها للمستقبل بشكل عام. خلينا نتكلم دلوقتي عن أهمية المركز التكنولوجي هنا في بدر للمواطنين، وبيخدم مواطنين قد ايه. معايا دلوقتي الاستاذ اسامه داوود، وهو رئيس مركز ومدينه بدر. برحب بحضرتك يا فندم، وعايزين نعرف من حضرتك بقى، يعني المركز ده اهميته ايه؟ هل هو فعلا بيسهل على المواطنين الخدمات، وبيخدم قد ايه من الناس؟ بدايه سعدنا وشرفنا وجودكم معانا، واحنا بنرحب بيكم والقناه الاولى، وشرفتوا مدينه بدر وشرفتوا محافظه البحيره، واهلا وسهلا بيكم. بالنسبة للمركز التكنولوجي، المركز التكنولوجية بصفة عامة هي تعتبر أحد أهم مظاهر الإصلاح الإداري داخل الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 بما تكفله للمواطن من تقديم أفضل خدمة ممكنة في أقل وقت وبأدق طريقة ممكنة. المراكز التكنولوجية يعني بما توفره من ميكانة للخدمات بتحكم الرقابة على عملية تقديم الخدمة للمواطن، وتقضي على البيروقراطية أو وجود أي إمكانية لتخلل مظاهر فساد داخل الجهاز الإداري. المواطن بيجد حالة من اليسر والسهولة في تلقي الخدمة بتاعته، في استقباله، في تنظيم التعامل معاه على الشباك، في ان هو بيتلقى الخدمة من خلال التردد على شباك واحد، في تسليم وتسلم الملف بتاعه وتلقي الخدمة، بيتم التواصل معاه عبر الرسالة، رسالة SMS بالاستيفة اللي مطلوبة منه أو بما انتهى إليه الطلب بتاعه. فبنوفر عليه وقت، ونوفر عليه جهد، وبنوفر عليه إمكانية تعرضه لأي ضغوط أو مظاهر فساد، وذلك من خلال الهدف الرئيسي للمراكز التكنولوجية، وهو فصل مقدم الخدمة عن متلقيها. وده بالظبط يا فندم اللي دايما بنتكلم عليه، فكرة التحول الرقمي والتيسير والتسهيل على المواطنين في التعامل مع الخدمات بشكل عام. طب خليني يا أستاذ أسامة أسألك، قد إيه عدد المواطنين اللي بيخدمهم المركز التكنولوجي ده هنا بشكل عام؟ هو المركز التكنولوجي بيخدم أهالي مركز ومدينة بدر كاملة، وأهالي مركز ومدينة بدر 250 ألف نسمة، والمركز بيتلقى كافة أي طلبات تقدم ليه من أي مواطن يتردد عليه كاملين. وهل من الممكن أن هو يستقبل مثلا أعداد من خارج بدر لو حبوا يخلصوا أي مصالح بشكل عام؟ المركز بيتلقى أي مواطن من أي مكان ما دام إن الخدمة تقع داخل نطاق مركز مدينة بدر أو ضمن الخدمات التي يؤديها المركز. شكرا جزيلا الأستاذ أسامة على هذه المعلومات الوافية. خلينا كمان نتكلم بقى على فكرة المركز التكنولوجي، وقد ايه هي الخدمات اللي بيقدمها للناس، حجم الخدمات، عدد الخدمات، وكمان ايه هي اللي بيحتاجه بشكل عام المواطن عشان يقدر يخلص مصالحه المختلفة هنا في مركز تكنولوجيا المواطنين في مدينة بدر. معايا دلوقتي الأستاذ سامح وديد، وهو مدير المركز التكنولوجي ببدر. برحب بحضرتك يا فندم، وحابب أعرف عدد الخدمات اللي بتقدموها للمواطنين. في البداية طبعا نرحب بالقناة الأولى وحضرتك طبعا، ونقول لكل المصريين صباح الخير على كل شعب مصر.
مركز التكنولوجي في مركز بدر، وعموما المركز التكنولوجي بتقدم عديد من الخدمات، تقريبا 40 طلب وخدمة أو أكتر، ما بين تراخيص بناء بأنواعها، إنشاء، تعلية، هدم، ترميم، كل أنواع ترخيص البناء، ترخيص المحال العامة برضو بتقدم خلال مركز التكنولوجي، خدمات دفع المديونيات، أقساط شقق والتصالح وغيره، خدمات الإشغالات، إعلانات، رخصة الإعلانات، وكل هذه الخدمات اللي بتقدمها المحلات المحلية تقدم من خلال مركز التكنولوجي من خلال الشباك الواحد. المواطن بيحتاج ايه وهو جاي المركز؟ يعني ايه الاوراق اللي بيحتاجها؟ هل بيحتاج حاجه غير بطاقه الرقم القومي وحاجات تانية، ولا بتاخد الرقم القومي بس وورق الخاص بالمصلحه؟ طبعا كل طلب ليه مستنداته، ممكن في مواطن جاي مقدم مستوفي المستندات كامله، او لسه مش عارف المستند ده او الطلب ده ايه اللي محتاجه بالظبط، فبيجي يتوجه لمركز التكنولوجي. عندنا شباك خاص بالاستعلام، بيجي المواطن لو مستوفي طلبه بيكمل دوره العمل بشكل كامل، لسه محتاج مستندات، موظف الاستعلام بيدله على المستند اللي ناقص او الكم المستند اللي ناقصه وبيستوفيها وبيرجع يقدم الخدمه بتاعته بشكل كامل. طيب لو قلنا المركز ده شغال بقاله قد ايه؟ هل هو في مرحله تجريبيه ولا خلاص تم تشغيله بالفعل؟ بقاله قد ايه؟ والمستهدف كمان هل هي مثلا زياده عدد خدمات؟ هل في اساليب ثانيه هنقدر نيسر بيها على المواطنين بعد كده؟ في البدايه مركز التكنولوجي في مركز بدر بادئ من 1 او منتصف مارس 2023، لسه حديث الانشاء، تم انشاؤه على عامين ماليين متتاليين، العام مالي 21-22 و22-23 بتكلفه اجماليه حوالي 4 مليون و800 الف او 5 مليون لو ضفنا التجهيزات الأجهزة اللي كانت من خلال المساهمة والتنسيق مع وزارة التخطيط اللي دعمتنا بالأجهزة، الحواسب الآلية والسيستم وجهاز ترتيب الدور، التكلفة الإجمالية حوالي 5 مليون جنيه. مركز التكنولوجي بيقدم كل الخدمات وعنده قابلية للتطور طبعا لاستقبال خدمات أكتر، بس هو مركز حاليا في الخدمات خاصة بالمحليات. أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ سامح على هذه المعلومات الوافية. وزي ما شفنا كده مع بعض الحقيقة مراحل مختلفة احنا مرينا بيها، سواء كانت في مركز وادي نطرون او حتى مركز بدر، مسار العائلة المقدسة، عدد كبير من الانجازات والتطويرات الخاصة اما بانشاء المصانع، تجديد المصانع، تجديد كمان الاماكن السياحية، او حتى تيسير الخدمات على المواطنين زي مركز التكنولوجي في مدينة بدر. الحقيقة انه خلال الفترة اللي فاتت حياة كريمة قدرت تخش في اكتر من محافظة، ومنها طبعا محافظة البحيرة، سواء تنمية خاصة بالخدمات والبنية التحتية، تنمية خاصة بالتعليم، تنمية خاصة بالصحة، ولكن بشكل عام التوجيهات دايما فيما يتعلق بالتيسير والتخفيف على المواطنين، ده اللي احنا رصدناه خلال يعني جولتنا في مركز بدر ومركز وادي النطرون من محافظة البحيرة.